تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة بكم حقيقة من حلقات صحة وسعادة، هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، البرنامج أيضا بالشراكة مع مستشفى الزهراء. مثل ما عودناكم خلال شهر رمضان المبارك نطرح عليكم سؤال حلقتنا اليوم، واللي ما نجري عليه السحب بإذن الله مع نهاية الحلقة، ومنشوف منو اللي بيفوز معانا بجهاز لوح ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي. السؤال يقول: تطبيق حياتي يحسب لك عدد السعرات المستهلكة خلال اليوم في كم ساعة؟ هل في ساعة أم 4 ساعات ولا 8 ساعات؟ يمكنكم إرسال الإجابة على الأرقام أو على الرقم 4006. أيضا اللي حاب يتداخل معنا في مواضيعنا لما نطرحها، أو حتى إذا عنده أي مداخلات، ممكن أن يتصل على الرقم 600-55-1414. في عنا من بين الأخبار اللي اخترناها لكم يقول الخبر: العمل لوقت طويل يفيد الرجل ويضر المرأة. لازم تضحكين زي بعدين ما عرفتيك. طيب، حياة الله معنا دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية. خاطري بس لا تكح ولا شيء قبل البرنامج، ما في فايدة كل يوم. زين، عموما نقرأ الخبر وبرجع لك دكتورة. أظهرت دراسة حديثة أن العمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيا قد يعني مشاكل صحية خطيرة للنساء، منها ارتفاع الاحتمال بالإصابة بالسرطان والعياذ بالله وأمراض القلب، فيما يكون تأثيرها على الرجل بالعكس تماما. يعني حيث قام علماء من جامعة ولاية أوهايو بتحليل مقابلات واستجوابات أجروها مع ما يقارب 7500 شخص تبلغ أعمارهم نحو 32 عام، من أجل التوصل إلى استنتاجات في شأن هذه الدراسة. وركز العلماء على إجابات المشتركين حول عدد ساعات العمل الأسبوعية، وكذلك الأمراض التي يعانون منها، وبخاصة حالات أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل ومرض السكري وأمراض الرئة المزمنة وارتفاع ضغط الدم. توصلت النتائج إلى أن المرأة التي تعمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيا يمكن أن تعرض صحتها للخطر عند بلوغها سن 50 فما فوق، وعندما تكون ساعات العمل تزيد عن 60 ساعة فإن ذلك يزيد خطر الإصابة بعدة أمراض مثل مرض السكري، السرطان، أمراض القلب، التهاب المفاصل 3 أضعاف. هدي أعصابك دكتورة، لحظة شوي بعدني ما خلصت. المثير للاهتمام في هذه الدراسة أن الرجال الذين يعملون ساعات طوال بمعدل ما بين 41 إلى 50 ساعة أسبوعيا هم عرضة للإصابة بمرض واحد منها هذه الأمراض فقط. يفسر العلماء هذا الفارق الكبير في تعامل الجنسين مع الأمر بأن المرأة مسؤوليات كثيرة تتجاوز أنشطتها المهنية، فهي تهتم أيضا بأعمال البيت التي تجعلها تشعر بالإجهاد، مما يؤثر على معدل الإصابة بالأمراض. قبل لا أخذ رأيك خليني بس رحب أيضا معانا في الاستوديو الدكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. حياك الله معانا دكتورة.
الله يحييك أخوي محمود. وسعيدين بتواجدك معانا، وشو رمضان وياك؟ جزاك الله خير أخوي محمود، الحمد لله رمضان ضيف خفيف وخلص. أي سبحانك يا رب، ما شاء الله ركض ركض بسرعة. أي ما شاء الله الأيام يعني تعدو عدوا. شو رأيكم في الخبر؟ خففوا لنا ساعات العمل. آه؟ للسيدات والله صراحة استرس على المرأة. والله أنا تبغين الصدق أشوف الحريم يعني إجازاتكم طويلة ما شاء الله. شوف أنا حقول لك، والله صراحة أنا ما باخذ إجازات كتير، لكن فعليا وأنا بهمني رأي دكتورة ليلى في الموضوع كتير. يعني الضغط النفسي الاسترس خليني أقول بكل الدراسات العلمية أثبت أنه الاسترس أو الضغط النفسي هو أول عامل من عوامل أكسدة اللي بيخلي تتأكسد الخلايا، وبالتالي بيكون المرأة عرضة للسرطانات أكثر من الرجل بغض النظر عن ساعات العمل وطولها. الضغط بحد ذاته سيؤدي سلبا على المرأة والرجل. يعني سواء، ولكن هاي دراسة يعني صراحة خطيرة. شو رأيك دكتورة؟ خطيرة. أنا قبل أخذ رأيكم خلونا نشوف أبو خالد عنده مداخلة. مرحبا يا أبو خالد. ألو، السلام عليكم. يا هلا أبو خالد، تفضل يا سيدي. زاد فضلك، كيف الحال؟ الله يسعدك. نشكر صراحة على البرنامج الطيب هذا. تفضل. إحنا وايد استفدنا من هالمواضيع اللي طرحونا عندكم. الله يسلمك، هذا يعني الشيء يسعدنا وايد، ان بالفعل المواضيع اللي ممكن تطرح لنا، نحن نسعى من هذا البرنامج ان نعزز مساله الوقايه عند المجتمع. اكيد اكيد اكيد. تفضل يا ابو خالد، عندك سؤال؟ جبني بعد الموضوع السكر اللامسي. يعني ما شاء الله الموضوع يعني شيق، انا الحمد لله ما فيه سكر. بس يعني كوقايه يعني الحمد لله شيء جيد. صحيح صحيح. الله يعطيكم الصحة والعافية صراحة. طول عمرك. سؤالي للدكتورة، عندي ولد تقريبا عمرها سنتين. سبحان الله، هذا البارح يعني صار له، صحى في نص النوم ويصيح، وما ما تعرف شو السالفة، يعني شو حرام ما في الحمد لله. ويصيح آخر شيء مسكت على بطنه، قالت يمكن في البطن عندها. سبحان الله، يوم مسكت في البطن مسكت الولد. يعني احنا ما عرفنا، قلنا يمكن غازات نفس غازات، يعني تقريبا استمر الصياح ساعه ونص. سبحان الله بعدها بالقصب يعني نام، والحمد لله بعد ما نام ارتاح. سبحان الله. يعني بعد هو الحمد لله انه ياكل، بس ياكل يعني مثل ما تقول اكلنا احنا اللي نسوي الفطر يعني العادي. زين دكتورة، تبغين تسلم ابو خالد سلامة معينة؟ هو ما بيعاني من اي مشاكل صحية صح؟ ما شاء الله عليه صحي. لا لا الحمد لله الحمد لله. زين الحمد لله. تمام ابو خالد، اي سؤال ثاني؟ لا الله يجزاك خير. بس حبيت يعني بعرف شو السبب، يعني الغازات يعني صبي صغير يعني شيء غريب. ان شاء الله عادي، تعطينا يعني فرصة عقب الفاصل نجاوب ابو خالد. مرة طول عمرك. مشكور مشكور الله. يا هلا. طيب أنا سامحوني بس باخذ هذا الفاصل، وما نرجع نجاوب على أبو خالد، وأيضا ما نفتح موضوع حلقتنا اليوم اللي هو ما نتحدث فيه عن إدارة التنظيم الصحي. أطلقت مجموعة من الخدمات، وهي إدارة فيها الكثير من الخدمات التي تقدم سواء للعاملين في القطاع الصحي، وأيضا الأفراد كذلك ممكن يستفيدون منها، مو فقط المهنيين والعيادات والمستشفيات اللي تعمل في إمارة دبي، ولكن حتى هنالك خدمات تقدم للأفراد. وكذلك في الفترة الأخيرة أطلقت دكتورة خدمة كبار الشخصيات للتراخيص المهنية للأفراد. فما نتعرف على هذه الخدمات، وأيضا ما نجاوب على أبو خالد بالنسبة لسؤال الدكتورة، وأيضا نذكر بسؤال حلقة اليوم. سؤال حلقة اليوم يقول: تطبيق حياتي يحسب لك عدد السعرات المستهلكة خلال اليوم، يعني خلال ساعة ولا خلال 4 ساعات ولا خلال 8 ساعات. يمكنكم إرسال الإجابة على الرقم 4006. فاصل ومرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم بسؤال الحلقة اليوم. سؤال الحلقة يقول: تطبيق حياتي يحسب لك عدد السعرات المستهلكة خلال اليوم، هل هي خلال ساعة أم 4 ساعات أم 8 ساعات؟ دكتورة وفا، أنت قلت لي تبغين تغششين، وبشوف كيف بتغششين. إذا دخلت على تطبيق حياتي
هذا سؤال مباشر لكم بيكون واضح فيه ومذكور فيه عدد الساعات واضح يعني مكتوب كتابة سواء بالعربي أو بالإنجليزي. أنا بس لأن الإجابات تيني أرقام يا جماعة الخير، نبغي الإجابة مع الاسم الثلاثي أساس تسهلون علينا عملية السحب. عم بجاوبوا صح؟ أي ولا إجابة غلط لنا الحين. ممتاز. ولا إجابة غلط عشان تي غششتيهم يعني. طيب الآن نعم أي الآن يعني ما نفتح موضوع إدارة التنظيم الصحي، ودكتورة ليلى مرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي، يعني زين يبناك نحن، لأن أدري أن عندك أنت وايد ضغط والله يعينك، يعني أنا قريت لك هذا الخبر عشان بس يعني تخففين شوية من الشغل اللي عندك. فخلينا نتكلم عن إدارة التنظيم الصحي في البداية، إذا منعرف المستمع العادي ما هي المهام اللي تقوم بها هذه الإدارة وأيضا الخدمات التي تقدمها للمجتمع. إزاك الله خير أخوي محمود، أنا خلاص بقدم أني أشتغل 40 ساعة بس في الأسبوع على حسب الدراسة. طبعا إدارة التنظيم الصحي الناس يعتقدون الإدارة هاي اسمها إدارة تراخيص، وأنا أحب أني أصحح المعلومة هذه بأن هاي الإدارة مش فقط إدارة معنية بإصدار التراخيص، لأن إذا نحن بس نبقى نطلع الترخيص في أشياء قبل لازم نسويها وأشياء بعد إصدار الترخيص. فأنا بس بقول المهام بشكل مبسط، أن نحن نضع المعايير بالنسبة للمنشآت الصحية أو بالنسبة للمهنيين الصحيين، اللي على أساس هذه المعايير نحن نصدر التراخيص الطبية للمهنيين أو المنشآت الصحية. فنحن قبل أن نصدر الترخيص عندنا شغل كبير أن نسويه، بحيث أن نحط المعايير طبعا، والمعايير هاي نحطها على حسب المعايير العالمية اللي موجودة، وطبعا نحن نعدل فيها شوية علشان أنها تواكب المتطلبات الموجودة في الإمارة. وبعد ما نحن ناخذ الطلبات لإصدار التراخيص للمهنيين والمنشآت ونقيم الطلبات هذه على أساس المعايير اللي حطيناها، عقب نصدر الترخيص للمهني أو للمنشأة. طبعا شغلنا ما يتوقف في المرحلة هذه، لأن عقب ما الترخيص يصدر لازم نتأكد بأن المعايير اللي نحن رخصنا المنشأة أو رخصنا المهن الطبي عليها، المعايير هاي لا زالت تتبع بعد إصدار الترخيص الطبي أو المهني. فعندنا نحن نسوي مثل التفتيش الدوري على المنشآت الصحية، ونسوي التدقيق الدوري على المهنيين الصحيين للتأكد من أن المعايير لا زالت متبعة اللي نحن تم ترخيص المنشأة أو المهني عليها. بعدين عندنا قسم ثاني اللي معني باستلام الشكاوي الطبية وكذلك بالتدقيقات الطبية وبضمان الجودة للتأكد من المعايير الطبية اللي الطبيب يمارسها هي على حسب المعايير العالمية المتعارف عليها. وكذلك نحن عندنا قسم أو مكتب ثاني أنا مسمتنا هذا لإسعاد المتعاملين، لأن احنا عندنا المتعامل نتعامل معهم، يعني السنة اللي طافت نحن كان عندنا 52,000 متعامل، فمهم جدا أن المتعاملين هذيلا نشوف شو احتياجاتهم وكيف ممكن أن نسهل عليهم أمورهم ونحقق لهم السعادة. جميل. دكتورة أيضا هنالك دور رقابي للهيئة على منشآت القطاع الخاص، ونحن يعني نتحدث عن الدور الرقابي ما دام أنت تتكلمين عن إسعاد المتعاملين، إذا بترشون مخالفات ما بيكونون سعيدين، لكن هذا دور مهم تقوم به هذه الإدارة. نعم، نحن إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي عندنا نوعين من المتعاملين، عندنا المتعاملين اللي هم المهنيين الصحيين، وعندنا المستثمرين والملاك المنشآت الصحية. نعم. وعندنا كذلك أنا أسميهم المتعاملين الثانيين اللي هم وظيفتنا نحن في الإدارة من ضمن هيئة الصحة في دبي إن نحن نحمي أفراد المجتمع ونوفر لهم أعلى مستويات الجودة في الخدمات الطبية.
فأنا عندي نوعين من المتعاملين اللي أتعامل معهم. فأول شيء أتكلم عن إن المتعامل المهني أو المستثمر أو المالك للمنشأة الصحية، بأن مثل ما تفضلت إن نحن اليوم شركاء معهم، ما نبى أنا بعيد الجملة اللي فيها إن اللي تفضل فيها إن نحن بس نغرمهم ونغرمهم، لا، هذه اللي يقدمون خدمات كبيرة للفئة الثانية اللي تكلمت عنها، لأفراد المجتمع. فنحن لازم دائما ندعمهم ونقدم لهم كل نرد عليه على استفساراته ونقدم لهم الخدمات التوعوية اللي توعيهم بالسياسات اللي موجودة عندنا. فنحن من ضمن الأشياء اللي طرحناها، طبعا نحن نسوي ورش عمل لهم علشان نعرفهم بالسياسات اللي عندنا والقوانين اللي موجودة عندنا. ونحن طرحنا بعد مبادرة جميلة اللي سميناها مبادرة وياك، يعني أنت كمستثمر كمالك للمنشأة الصحية أو كمدير طبي للمنشأة الصحية، نحن وياك أن خطوة بخطوة بحيث أن نرفع بمستوى الخدمات ونرفع بالمعايير الموجودة في المنشأة الصحية إلى المستوى اللي نحن طلبنا منك في البداية واللي رخصناك على أساسه. فالمبادرة هاي مبادرة وياك، نحن قلنا الحين بنوقف المخالفات على المنشآت الصحية اللي هم نحن حطيناهم على مراحل اللي هم العيادات والمجمعات الطبية، وقلنا نحن بنصير نزورهم عيادة عيادة ومجمع مجمع ونصير نجلس وياهم ونقول لهم ترى هذه هي المعايير اللي نحن بني وبنفتش عليه وعلى أساسه بنحاسب الشخص اللي ما متفق مع هالمعايير. وعطيناهم مدة زمنية كافية. بعد المدة الزمنية هذه رحنا زرناهم مرة ثانية وقلنا لهم إن خلنا حين المعايير هذه ونشيك معاك المنشأة ونشوف هل هي المعايير هذه متطابقة مع المعايير اللي عندنا ولا لا. الحملة هذه كان لها مردود كبير ووايدين ناس استجابوا للمبادرة هذه. مثل ما أخوي محمود نحن نقول مفتش الذاتي، إن أنت في المنشأة أنت تساعدنا معنا بحيث أن ترتقي بالمستوى الخدمات المقدمة في المنشأة. أنا صراحة حبيت الفكرة لأنه أنت عم تدعميهم actually، لأن هم دائما كانوا متخوفين من هيئة صحة دبي ومفتشين هيئة صحة دبي أنه والله جايين بس عشان يلاقوا أخطاء. إحنا هم بهاي وياك عم تضمني لهم الكلام اللي حضرتك تفضلتي فيه دكتورة ليلى، وبشكركم عليها لأنه إحنا فعلا هيئة صحة دبي هدفها الأساسي دعم الصحة للناس ودعم تحسين الخدمات، وهذا اللي أنتي عم تعملي، أنتي عم بتروحي لهم. المفروض يعني مش بس شكرا، أكثر من شكرا، لأنه فعلا إحنا الهدف إنه في خطأ ضبطوا، احنا مش بدنا نخالف، احنا مش هدفنا المخالفة، احنا نحميكم ونحمي مجتمعنا لانه هذا الاساس. انا حابه كنت اعرف على الفي اي بي، حكيتوا عنها لان كنت حابه اعرفها صراحه. طيب انا كنت يلا الحين ما نتكلم عنها، تفضلي دكتوره. هذا هو نفس مكتب الاسعاد مال المتعامل ولا غير؟ لا، هذا من ضمن المبادرات اللي نحن اطلقناها علشان اسعاد المتعاملين. فنحن طبعا اليوم المستثمر يوم اماره دبي هو يحب انه يستثمر في المنشآت الصحية، والحمد لله يعني نسبة المستثمرين الموجودين في إمارة دبي في تزايد، والسنة هذه على حسب الإحصاءات وعلى حسب الدراسات اللي مسوينها أن 10% الاستثمارات في القطاع الصحي الاستثمار بتكون أكثر من السنة الماضية، وهذا شيء طيب. فنحن يوم نشوف أن المستثمرين يجون الإمارة لازم نحن نشجعهم، لحنا ندعمهم، نوفر لهم الخدمات اللي هم محتاجينها، نوفر لهم المعلومات اللي هم محتاجينها. فمن بين الأشياء اللي نحن طرقنا لها أن قلنا المستثمر يبي وعنده راس مال، وخلى نسهل له أموره بحيث أن المنشأة يفتحها إذا كان قبل يفتحها في شهر خلي يفتحها في أسبوع أو في 10 أيام ماكسيمم على كحد أقصى. فالمهن الصحي يوم بي رخصة، نحن اليوم عندنا الخدمات العادية إذا كل حد عنده أوراقه جاهزة لما يكمل أوراقه ويما يسوي الامتحان خلال 10 أيام عمل تصدر له الرخصة المهنية. بيفرق دكتورة المقابل المالي
المادي. هي نعم هي يفرق نعم. المقام بالمادي المفروض. وهذا شيء موجود المفروض. في كل مكان المفروض. يعني لأنها خدمة سريعة فنحن قلنا أن العشر الأيام هاي يمكن إحنا ننقصها بأن نقدم الخدمة هذه خدمة كبار الشخصيات بحيث أن لو المهن الصحي اللي يبي الإمارة أوراقه كلها كاملة وهو على دراية بأن لازم يسوي الامتحان خلال الفترة هذه الخمسة أيام عمل نحن ممكن أن الرخصة تصدر له خلال نص المدة اللي العادية وهي خمس أيام عمل. كيف ممكن واحد يقدم على الطلب دكتورة؟ هل تقديم إلكتروني ولا في حضور مباشر للحصول على هذه الخدمات؟ هي. نحن عندنا طريقتين أن الشخص ممكن يحضر المكتب عندنا ونحن نسوي له المعاملة من ألف للياء يعني حلو. المعاملة بكبرها نحن ندخل المعلومات وأوراق. عندكم فالي باركينج؟ هي عندنا الفالي باركينج وعندنا بريد إلكتروني خاص اللي هو الفي آي بي حق اللي يبغى يقدم على. شو البريد دكتور مرة ثانية؟ في آي بي at dha.gov.ae. يا سلام هذا بحد حتى هو في آي بي حتى الإيميل في آي بي إيه نعم ونحن مخصصين أشخاص معينين في الإدارة علشان يتعاملون مع الأشخاص ويشوفون شو احتياجاتهم ويوجهونهم إذا عندهم أي نواقص علشان المدة المحددة هاي نصدر فيها الرخصة إن شاء الله. جميل دكتورة بس أنا بطلب منك طلب يعني على الهواء بعد ما بتحت الهواء يعني أنا أشوفه قدامي دكتورة فأنت ما شاء الله تدقين على الطاولة كل شوية تسوفين فيطلع مثل الصوت فهذا الصوت لأن الدكتور ما شاء الله تشرح وفي عنده بادي لانجويج جميل جدا أن تعطي الكلمة حقه فأنتوا ما تشوفون هذا الشيء تسمعونه طرب. عموما نذكر بسؤال المسابقة اليوم. سؤال المسابقة يا جماعة الخير الفائز بيحصل على جهاز لوح ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات. السؤال يقول تطبيق حياتي يحسب لك عدد السعرات المستهلكة خلال اليوم خلال ساعة 4 ساعات 8 ساعات وفي يعني شريف حسن طلب مني أحذف إجابة خليني أحذف إجابة دكتورة فما نحذف إجابة واحدة ما نقول خلال ساعة ولا خلال 8 ساعات زي أساس اللي في النص يعني أي نعم أي نعم زي ممكن ترسلون الإجابة على 4006 أشواق في مسج يقول اتصل إيه حق البث المباشر زي كان على طاري البث المباشر في سؤال تحت في البث المباشر يقول هل أصبح التأمين الصحي إلزامي على كل الشركات؟ نعم أصبح إلزامي ومع نهاية هذا الشهر سوف تصدر المخالفات للشركات للشركات اللي مش ملتزمة. بالنسبة للأفراد أيضا التأمين إلزامي لكن عملية المخالفات يعني مددوها لنهاية هذه السنة لكن هذا الدكتور حيدر لما كان معانا قال يا جماعة خير الأفضل أنكم تأمنون لأن الواحد ما يعرف شو ممكن يستوي صحيح. فاصل مستمعين وما أرجع لكم. صحة وسعادة أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. أنا اكتشفت أن كانت عندنا مداخلة أبو خالد بداية الحلقة ونسينا نرد عليها فقبل نرد على هذه المداخلة بس أذكركم بسؤال الحلقة. سؤال الحلقة يقول تطبيق حياتي يحسب لك عدد السعرات المستهلكة خلال اليوم هل خلال ساعة ولا خلال 8 ساعات؟ أنا شو حذف ساعة ولا 4 ساعات؟ أربع ساعات. أربع ساعات لا يعني هو مش كأنك عم بتغششهم أبدا لا بس نسيت أنا شو حذفت يعني عموما ممكن تكون حذفت 8 ساعات هم ما شاء الله كل الإجابات سليمة ما عدا إجابتين ثلاثة حبيت أنهم هم معناتهم مطلعين على على التطبيق ومشكورين صراحة لأنه في فائدة لهم كبيرة يعني ممتاز. بنجاوب أبو خالد؟ أبو خالد بس خليني أقول له ليش نحن ما جاوبنا أقول له؟ إيه ايه لا الدكتور ليه تقول لا تخبرهم لا بخبرهم انا ما يشوفون هم يسمعون لانه اجاني سؤال بهم الدكتورة ليلى من مصر على تطبيق من تطبيقات ما شاء الله اللي عندها فانا بسالها السؤال شو سويتي انت
فطلعت عشان ما ازعجك وانت بتتكلم مع دكتوره ليلى. يا سلام عليك. ردوا على ابو خالد قبل الحين. تفضلي. طبعا ابو خالد سال على انه الطفل بيعاني من مغص. ابو خالد بحب اقول لك انه الطفل مثل الكبير، اذا اخذ اي طعام فيه غازات ممكن يؤثر الطعام عليه ويسبب له مغص، زي البقوليات، زي البازيلا، زي مثلا الملفوف، الزهره. فاتمنى انه معدته بتكون كتير يعني حتى اكثر حساسيه منا احنا، فنراعي دائما انه نعطيه الاشياء الخفايف، ما يكون فيها اشياء فيها دهن، ما يكون في اشياء فيها مقليه، فيها دسومه، وما يكون في اشياء اكل بيساعد على تكوين النفخه. وياريت لما يكون في شيء هيك اعطيه شويه ينسون مثلا، يعني اشياء من الاشياء اللي عندنا في البيت، نعنع مع ينسون مع مراميه، خفيف بسيط مع 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 المي اللي بياخذها لحتى تهديه. يعني انا بحب الاشياء الطبيعيه اكثر من اني انا اروح للدواء. هذا في حال اذا كانت المشكله اللي يعاني منها غازات. هو قال نفخة وغازات بطنه. أي هي لما ضغطت على بطنه ارتاح، فمعناته غازات. لكن دائما ما أخلي الطفل يبكي، وأوديه على طبيب أطفال حتى يفحصه ويتأكد أنه ما في بإذن الله تعالى أي شيء عضوي مرضي يسبب هالمشكلة. هو زي ما فهمت منه أنه ما عنده أي مشكلة، المشكلة فقط نفخة في البطن وسببت له هذا المغص، وبتهيأ لي بده يكون من الأكل اللي أكله. جميل. طيب السؤال اللي إجا للدكتورة ليلى اللي أنا طلعت بسببه برا وما شاوبناش على وخال. تفضلي دكتورة. تسمح لي؟ أكيد أسمح. شكرا لك. شكرا محمود. كان في طبيب جي آي من مصر بيسأل دكتورة ليلى عن شريان الترخيص، سمع عنه وبيسأل هل بيقدر يقدم من برا، وإذا أخذ الرخص قدم الامتحان وأخذ الترخيص هل يستطيع العمل في الإمارات، وهل هي فقط للأطباء ولا يعني لكل المهنيين فقط؟ هاي هذا كله سهلة؟ أي نعم. أنزل. أنا قبل هذا كله دكتورة خلينا نوضح شو هو مفهوم أو شو هو الشريان بالنسبة للمستمع العادي، بعدين ردي على الأجوبة هذه. شكرا. أي. شريان هو النظام الإلكتروني لإصدار التراخيص الطبية للمهنيين وللمنشآت الصحية كذلك. فإذا اللي حاب يحصل على ترخيص في إمارة دبي يقدم الطلب عن طريق بصورة إلكترونية عن طريق شريان. فيروح على الشبكة الإلكترونية لهيئة الصحة في دبي dha.gov.ae، وفي في آيكون اسمه شريان يضغط على الآيكون هذا، وبعدين يدخل في يدخل الطلب هناك، ونحن نراجع الطلب وعلى أساسه أن نحن نصدر الترخيص الطبي المهني قصدي. نعم. للمنشأة أو للأفراد. كمان شريان للمنشآت مش فقط للمنشآت للأفراد. نعم. الصحية. وكذلك هذا مش فقط للأطباء، هو للأطباء ونحن سميناه للتراخيص المهنيين الصحيين، فهو للأطباء وللممرضين وللفئات المساعدة المساندة المساندة صيدلة هي الصيدلة والعلاج الطبيعي المختبرات. أي حد يعني في عند علاقة بالمهنة الصحية. هي نعم. هي نعم. وكذلك المنشآت الصحية، المستثمر إذا يبغى يفتح أي منشأة صحية في إمارة دبي يقدم عن طريق النظام الإلكتروني شريان. ومثل ما تفضلتي الأخ كان موجود في مصر وقدر أنه يقدم على الأبليكيشن طلب الحصول على رخصة لمزاولة المهنة في إمارة دبي من دون الحاجة بأنه يجي الإمارة. قبل نحن أن الشخص كان لازم يجي الإمارة عشان يقدم الطلب، ومرة ثانية لازم يجي علشان شو؟ علشان يمتحن. كل دول العالم دكتورة؟ من كل دول العالم. 24 ساعة الجهاز السيستم هذا مفتوح، وكذلك إن عندنا وايدين من الناس حتى ما يحتاجون إنهم يجون الدولة بقصد الامتحان، لأن نحن عندنا امتحانات إلكترونية. عندنا في 75 دولة في العالم ممكن يقدمون الامتحان هذا إلكتروني، وأكثر من 500 مركز فيها 75 دولة. وكذلك
لذلك نحن الواحد يمكن يقول 75 دولة، فنحن ماخذين احتياطاتنا من وإن الشخص إذا يبي يمتحن لازم يقدم صورة الجواز والبصمة عن طريق البصمة اليد، نتأكد بأن هذا هو الشخص المعني اللي هو يمتحن، وبعدين النتائج أتينا عن طريق الشبكة الإلكترونية. ما في تلاعب يعني. ما في شحلو الشيء الثاني، الشق الثاني من السؤال تفضل فيه الأخ، إن نحن في 2014 وحدنا المعايير بيننا وبين هيئة الصحة في أبوظبي وبين وزارة الصحة صحيح. وتنمية المجتمع. فكل المعايير متوحدة، فاللي يمتحن في إمارة دبي ويحصل على الترخيص الطبي ما في داعي إنه يروح يمتحن مرة ثانية في أبوظبي أو في المناطق التابعة لوزارة الصحة وتنمية المجتمع، بس هو يقدم فقط طلب وما في داعي لإعادة الامتحان، يقدم الطلب عند الجهات المعنية وأموره تكون سلسة والرخصة تطلع، ممكن إنهم هم يمارسون المهنة في المناطق الثانية. جميل دكتور. أنا أثناء سير الحلقة يعني من طلعنا على الهواء جتنا العديد من الاستفسارات عن إذا كانت هنالك بعض أخطاء طبية الواحد شو يسوي، شو آلية العمل اللي ممكن يتبعها بالنسبة إذا حدث معه خطأ طبي ويبغي يشتكي. سؤال جميل. أنا بس قبل لا أرد على السؤال هذا أحب أوضح نقطة، بأن الأخطاء الطبية تحدث في جميع أنحاء العالم، والدراسات صحيح. ثبتت أن الأخطاء الطبية ما ممكن أن نمنعها، لكن ممكن أن نقلل من أعدادها. ولازم الخطأ الطبي مثل المنهجية اللي تعامل فيها هيئة الصحة في دبي مع الأخطاء الطبية، الشفافية في التعامل مع الأخطاء الطبية. والحمد لله هيئة الصحة قامت حتى تنشر الإحصاءات عن الأخطاء الطبية صحيح. وشو الإجراءات اللي نحن نتخذها للحد من هذه الأخطاء الطبية لحماية للتقليل من الأخطاء الطبية لحماية المجتمع. فالشخص إذا هو حاس إنه ما حصل على الخدمة اللي هو يباها أو إنه حصل له خطأ طبي، بأنه ممكن أنه يقدم عندنا شكوى عن طريق البريد الإلكتروني أو بالحضور الرسمي عندنا، ممكن أن يقدم الشكوى عن طريق regulation@dha.gov.ae، أو بأنه يحضر عندنا شخصيا بأنه يطبع الـ 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 المشكلة اللي صارت له ويوقع الرسالة عندنا ويعبي فورمة، ونحن إن شاء الله نشوف الموضوع. موقعكم دكتورة في مركز الأعمال في قرية الأعمال، نحن موجودين عند دوار الساعة قرية الأعمال، مبنى رقم باء الطابق الثالث 321. أنا أحب بس أن أوضح نقطة بالنسبة للمستمعين، بأن نحن أي حد عنده أي خطأ طبي أو أنه يحس أنه صار له خطأ طبي أنه يجي ويخبرنا، لا يقول أنا ما أحب أني أذي الطبيب أو المهني الفلاني، لكن نحن نستخدم الخطأ الطبي ونتائج التحاليل اللي نسويها بحيث أنه كأداء لتحسين الأداء وحماية الآخرين بالضبط. لكن أحب أنوه أن في قانون المسؤولية الطبية طبعا فرق بين الخطأ الطبي وبين المضاعفات اللي ممكن الشخص يتعرض له. يعني ممكن أن أنا أسوي عملية وتصير مضاعفات مثل نزيف ومثل التهاب، فهذا ما يعتبر خطأ طبي. لكن الشخص العادي ممكن ما يفرق بين التعقيدات اللي ممكن تصير وبين الخطأ الطبي، فأنا أنصحهم كلهم يتجهون لنا ونحن نوجههم بالمعلومات الصحيحة. جميل دكتورة. اللي أنا أعرف أن أنتوا تشكلون لجنة مكونة من أعضاء، ما أدري هل هم من أطباء الهيئة ولا من خارج الهيئة، إذا واحد مثلا تعرض ل أو حب يشتكي على إحدى المستشفيات التابعة للهيئة، شو ممكن يسوي؟ طبعا نحن ما نفرق بين المستشفيات التابعة للهيئة أو المستشفيات الخاصة. نحن نستلم الشكاوي من كل القطاعات من الصحية الموجودة في إمارة دبي، ما عدا طبعا المنطقة الحرة مدينة دبي الطبية صحيح. ما نستلم أي شكاوي منهم، لكن بقية المنشآت الصحية نستلم منهم الشكاوي الطبية. ونحن الشكوى يوم ناخذ الشكوى نحلل الشكوى ونشوف هل يحتاج ان احنا نسوي لجنة طبية مثل ما تفضل فيها او ان نحول الشكوى لمسار اخر. فاذا نحن نبي نشكل لجنة طبية، اذا كان الشكوى على مستشفيات الهيئة
اللجان هذه ما نخلي فيها ولا عضو من مستشفيات الهيئة، نجيب أعضاء من الهيئات الأخرى، حتى قمنا نجيب دكاترة من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتنمية المجتمع في إمارات الشمالية، نجيب من أبوظبي من العين، بحيث بأن نحفظ حقوق المرضى كذلك. صحيح. وأن يكون الحكم عادل. عادل. ما في أي محاباة. هي نعم، أو انحيادية. جميل. تفضل دكتورة، عندي شيء؟ لا، كنت أسأل برمضان دكتورة كيف إحنا قربنا نخلص خلاص يعني. أنا عندي فكرة. أنا عندي فكرة قبل لا تسألي. أنا أبغى الدكتورة تسألك. دكتورة ليلى، إذا عندك أسئلة في التغذية سأليها. هلا خلي سألني، بس أنا حابة أعرف دواماتهم برمضان، حتى بس لأنه هل هم يعني بشكل بعض الظهر أم هو لا، نحن خدماتنا 24 ساعة. هذا سؤالي. لأن نحن خدماتنا في إدارة التنظيم الصحي إلكترونية 100%. 100%. يعني كل الطلبات الحصول على الترخيص للمنشأ أو للمهنيين أو تقديم الشكاوى، هاي كلها موجودة على الشبكة الإلكترونية وعن طريق النظام، فيعني 24 ساعة. لكن إذا حد عندنا عند استفسار كذلك، نحن عندنا الدعم، مكتب الدعم موجود وهو يرد على الاستفسارات وعلى البريد الإلكتروني. لكن إذا حد يحب إنه يتفضل عندنا بشكل شخصي، فنحن دوامات من الساعة 9 نستقبل العملاء إلى الساعة 1. زين، عندك أسئلة في التغذية تبغي أنا عندي سؤال دكتورة وفاء. أحيانا شفنا أن الناس قاموا يسوون عمليات ربط المعدة وعمليات قص المعدة أو تحويل مجرى الأكل، فأنا أباك قاموا الناس يعني يسوونه حتى يمكن بطريقة حتى إذا هم مو محتاجينه يعني قاموا يسوونه، فأنا يعني أباك توجهين لهم نصيحة أن كيف أنهم يتعاملون مع الحالات هذه، لأن نحن نعرف حتى العمليات هذه لها تعقيداتها من بعد. صحيح. يصير عندهم مشاكل حتى نفسيا يتعبون، بالإضافة إلى المشاكل الجسدية مثل ضعف نسبة الفيتامينات، فقر دم والأشياء هذه كلها. فأنا أباك خاصة المراهقين قاموا يطلبون هالعمليات بشكل كبير. صحيح. فأنا أباك توجهين لهم نصيحة لي بالموضوع هذا، وإن الموضوع هذا مش موضوع بسيط، يعني كل ما واحد صار وطلب العملية هذه. هذا كله سؤال الحين. على كل لعلمك السؤال هذا كان محمود هلا، بس هو بده يخصص له حلقة على فكرة. قد ما هو موضوع كتير مهم دكتورة، بشكرك عليه. لكن نصيحة واحدة وببساطة بقول يا جماعة، الناس لما عملت العمليات هاي عملت لسبب واضح جدا، إنه الشخص هذا قد يلاقي الموت إذا لم يعمل العملية، بمعنى إنه هو لازم يكون عنده وزنه فوق 150، البي ام اي تبعه كتير عالي، ومصاحب له إحدى المضاعفات زي السكر، الضغط، القلب، مرض قد يؤذي ويؤدي إلى فقدان حياته. هدول هم الأشخاص المؤهلين لعمل هاي العملية، رقم واحد. أما للأسف الشديد هلأ للهيازة، خلينا أقول ما يبون يتبعون دايت، ما بدهم يلتزموا، جسم انبنى لسنين بدك تعطي حقه. انت الهيازه من وين جبتيها؟ شو يعني بعد يعني المصطلح الهيازه منو علمتك اياه؟ يعني بنت البلاد شتو بابا. يا سلام عليك والله. تفضلي. تفضلي. فللاسف الشديد صار المفهوم خاطئ، صار تجميلي اكثر من هو علاجي، واحنا نبغى يكون علاجي وليس تجميلي، لانه بالاخر في ضرر زي ما تفضلتي دكتوره. حتى الفئات العمريه الصغيره، يا الله يعني دكتوره 16 و15 عم بيلجأوا. لا طب هم لما اقروا لانه الناس عم بتموت. هي. علشان كذي نحن طلعنا سياسه لتنظيم عمليات الجراحات التجميليه، ولعنا نحن اعلنا عنها، وان شاء الله بعد رمضان بنسمي ورشه عمل، بحيث ان الناس اللي يبون في اماره دبي يخضعون للعمليات هذه تكون عندهم شروط معينه. المفروض. مو كل حد يروح، وفي اشياء ان قبل العمليه يسوونها. احنا عندنا لازم يمشوا على نظام غذائي لمده 3 شهور، تكلمنا عنه انا ومحمود قبلك. لكن انا حبيت وخاصه بان كثير من السياح العلاجيين يجون اماره دبي بقصد عمليات انقاص الوزن، فقلنا احسن شيء ان نعملهم مركز انقاص وزن. شو رايك؟ والله وايد زين هذا، يعني شيء جميل. انا بس ابغي اعلن اسم الفايز، لأنه وايد صعب ما شاء الله أني أنا أحصل فرصة أني أنا أقاطعكم. وايد صعب. وهذا أنت طحت بيت الحريم. الموضوع حلو. لا المهم عندنا 2 فايزين، بما أن
أستاذة أشواق قررت أن تعطي اثنين فائزين اليوم. الفائز الأول أيهم أبو عمار، ألف مبروك للمستمع أيهم أبو عمار. الفائز الثاني محمد فريد سيد، محمد فريد سيد، ألف مبروك لمحمد فريد سيد. سؤال في التغذية، أنا عندي نحافة مفرطة، فهل يوجد علاج وتزيد النحافة في رمضان برغم أن أكلي جيد؟ نحن قبل الوالدة كانت تقول بطنك فيه دود يوم ما تمتن يوم ما تمتن الدودة تاكل صحيح. على فكرة للعلم ممكن يكون فعلا انت حكيت ممكن تكون احدى الاسباب فعلا، فلازم يعني لما تكون في نحافة شديدة وبدون سبب لازم تروح للطبيب تعمل فحوصات كاملة، تتأكد الغدة الدرقية جيدة، ما في دود في البطن، تتأكد انه ما في سبب طبي. بعدين في عنا علاج غذائي مركز للناس اللي بدهم يزيدوا الوزن، ولعلمك محمود ودكتورة ليلى بأمانة تخفيف الوزن كتير أسهل علينا من ما نزيد الوزن. بدك وقت وصبر، لكن الزيادة لأنه بدنا نزيد العضل ما بدنا نزيد الدهون فقط، وبالتالي بدنا نشتغل عليها بصورة صحيحة وبثبات. خلينا نقول دكتورة بنسوي عمليات تكبير المعدة. دقيقة بس أنا أبو عبد الله، أنا باخذك على الهواء، أنا عندي دقيقتين على البرنامج فأرجوك اختصر، لأن قلت لا طلعوا أبو عبد الله مستمع دائم. تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. يا هلا وسهلا. من البداية إنسان يوم تشوف عمره سمن مثلا زاد كيلو كيلوين، ليش ما يسوي الرياضة؟ ليش ما يخف أكل؟ ليش ما كسولة فيها؟ صحيح صح. هنا من البداية أنا أشوف عمري مثلا أنا شوي مثلا على الأقل بمشي الرياضة كل يوم كيلو كيلوين، هذا بيخف. ثاني شيء الأكل متأخر آخر ليل، هذا أكثر السمن يزيد. شكرا يا أبو عبد الله. شكرا يا سيدي. شكرا. جزاك الله خير يا أبو عبد الله، جزاكم الله خير دكاترة على كل هاي المعلومات القيمة. طبعا موضوع العمليات التجميلية هاي يباله بروحها بعد حلقة متخصصة، بس يعني أعتقد حاولنا نغطي كل جوانب الموضوع. فشكرا جزيلا لكم دكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذا التواجد. شكرا. ما نشوفك بعد كم، بعد 6 شهور لتامر عزيز. لا ما شاء الله عليك، يعني وايد صعب نحصلك دكتورة، بس الله يعطيكم العافية. حاضرين. وقللي ساعات العمل أقل، هذا أهم شيء. قللي ساعات العمل، خلي 40 ساعة. زين. ودكتورة وفاء عايش مشكورة جدا. اليوم ما كحيتي شاربة ماي وايد على السحور. لا الحمد لله اليوم صحيت. قصدك كنت تعبانة لأني والله مريضة كنت. أجر عافية. أجر الله يخليك. الحمد لله. وكل الشكر للزملاء في الكنترول، الأستاذة ميثة بن بيات مخرجتنا، وأيضا في التسجيل كانت معنا أشواق مسعد، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم. من الأسبوع الجاي وزعي لي جهازين ماشي، خلني غريب عشان العيد. لا زين يلا سير حسبي كم جهاز عندك وشوفي كم جهاز منوزع. عموما كل الشكر على حسن الاستماع، وحتى نلقاكم مطلع الأسبوع القادم. نقول لكم نتمنى لكم يعني نهاية إجازة نهاية أسبوع سعيدة، ودمتم شو بصحة وسعادة. ما أسمع. ودمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.